والموضوع سهل جدا، إذا في حاجة إلى إدخاله جبرا إلى المستشفى يتم التواصل مع النيابة العامة، والنيابة العامة تعطيهم تصريح إنه يدخلون البيت ياخذونه حتى لو صاق على روح الباب. لكن الحين شلون بيدشون البيت ياخذونه؟ الشرطة ياو عند الباب، شلون بيدخلون داخل؟ إذا ما عندهم أمر من النيابة ممنوع الدخول أصلا. فيجب وجود النيابة العامة وموافقة النيابة العامة في أي حالة، حتى لا يتم استغلال وضع المريض، لأن في مستشفيات خاصة تأخذ المريض غصبا عليه ويتم عندهم يحلبون حلال، ما يطلع إلا بموافقة الاستشاري اللي يدخله. وحدثت هذه الأمور وأنا شاهد في إحدى القضايا.